خانو، مشان السند وتثبيت البيع رح تجي كتير كرمال تخلصي ورائك، وأكيد هيك رح تتعبي. إذا بدك عملي لي هلأ وكالة عامة كرمال ما نخسر وقت ومصاريف. ليش بدي أدفع بكل مرة بجي؟ هي طبعا، بس أنت أدرى بوضعك. طيب ماشي، معناتها هاي إجا دورنا. تفضلوا، شو معاملتكم؟ بدي أعمل له وكالة عامة لأخي فرحات. إذا عملتي له وكالة عامة معناتها قادر يبيع عنك بموجبة وبيكفي كل الوراق بنفسه كمان. بدك تعملي له وكالة؟ ايه طبعا، لسه أحسن خليه يتصرف. ماشي، رح بلشكم بالإجراءات. تفضل. يلا شباب بسرعة يلا. أخي هي قتل وحدة بيناتهم؟ ايه هي الكبيرة وهي الوسط، معناها أنا رح أحملها. أخي كنت أنا أخذتها. عمر أنا أخوك الكبير، فهمت؟ وأنت مجبور تسمع كلامي. دير بالك. أخي الأبضاي، يا شاب بدك تشتغل ولا تنام؟ يلا. يا عين يا عين، متوقع رح يصير هيك مدامك ما منتبه. لمن بسرعة خلصني يلا. يعطيك العافية. تسلم. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.